بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب إحياء علوم الدين وفي أوله كتاب العلم، نعيش مع الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، في كتابه إحياء علوم الدين: ولذلك قيل إنه كان في البصرة 120 متكلما في الوعظ والتذكير، ولم يكن من يتكلم في علم اليقين وأحوال القلوب وصفات الباطن إلا ثلاثة: سهل التستري والصبيحي وعبد الرحيم ابن يحيى الأسود. إذن فعلم التصوف علم النخبة وليس هو علم عامة الناس، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. علم التصوف دائما هو قليل، 120 واحد من الوعاظ مشهورين مدرسين المتصدرين، لكن منهم ثلاثة فقط هو اللي بيتكلم في مرتبة الإحسان. نعم. وكان يجلس إلى أولئك الخلق الكثير الذي لا يحصى، وإلى هؤلاء عدد يسير قلما يجاوز العشرة، لأن النفيس العزيز لا يصلح إلا لأهل الخصوص، وما يبذل للعموم فأمره قريب. فلما تلاقي الحكاية كده بالألاف وكذا إلى آخره، تعرف إن الحكاية يعني بالظاهر. لما تلاقي حواليه 10 20، تعرف إن هو ده مظبوط يعني في هذا العصر. نعم. ومنها أن يكون اعتماده على علومه ومنها أن يكون اعتماده في علومه على بصيرته وإدراكه بصفاء قلبه، لا على الصحف والكتب، ولا على تقليد ما يسمعه من غيره، وإنما المقلد صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه فيما أمر به وقاله، وإنما يقلد الصحابة رضي الله عنهم من حيث إن فعلهم يدل على سماعهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إذا قلد صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه في تلقي أقواله وأفعاله بالقبول، فينبغي أن يكون حريصا على فهم أسراره، فإن المقلد إنما يفعل الفعل لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم فعله، وفعله لا بد وأن يكون لسر فيه، فينبغي أن يكون شديد البحث عن أسرار الأعمال والأقوال، فإنه إن اكتفى بحفظ ما يقال كان وعاء للعلم ولم يكن عالما. ولذلك كان يقال فلان من أوعية العلم، وكان لا يسمى عالما إذا كان شأنه الحفظ من غير اطلاع على الحكم والأسرار. يبقى نسخة يسموه، كان عندنا مشايخنا نسخة، يعني نسخة البخاري، ما هو حافظ البخاري، فنسخة زي النسخ تتحط في المكتب، لكن مش فاهم مش واعي، لكن هو حافظ تمام. فكانوا يسموه من ضمن الوعاء، وكانوا يسموه نسخة. ومما هو لطيف وظريف في هذا المقام أن أحدهم كان شافعياً يحفظ المنهاج، فكنت إذا سألته في أي لفظ موجود داخل المنهاج يسمع لك على طول المنهاج من غير وعي بالسؤال، يعني هو على طول يجيب، يعني تقول له والزواج، يقول لك والزواج سنة مستحبة للقادر عليه، ويعمل لك كده، يعني هي دي عبارة المنهاج، تجيب له أي كلمة فقط هم يقول كده، هم أسموه وزملاؤه حمار المنهاج، هو شايل المنهاج بس لا يفقه فيه شيء،
لو سألته سؤالا مركبا لا يجيبك، ما يعرفش، بس هو يعرف هذا الحفظ والوعي وكذا إلى آخره. فسمي وعاء وسمي نسخة وسمي بغير ذلك. نعم. ومن كشف عن قلبه الغطاء واستنار بنور الهداية صار في نفسه متبوعا مقلدا، فلا ينبغي أن يقلد غيره. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان تعلم من زيد بن ثابت الفقه وقرأ على أبي بن كعب ثم خالفهما في الفقه والقراءة جميعا. وقال بعض السلف: ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلناه على الرأس والعين، وما جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم فنأخذ منه ونترك، وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. طبعا هذا كلام الأئمة وليس يصلح فيه النابتة أن يقول إحنا رجال وهم رجال، أبدا. النابتة دول لا يعرفون شيئا عن أنفسهم أبدا. هذا الفتنة العمياء الصماء الموجودة فيها البلاد والعباد، مش فقط بلادنا، بلاد سائر، جاية من هؤلاء الناس الذين يدعون العلم وليسوا يعرفون منه شيئا أصلا. فأما هؤلاء الذين قالوا فهم رجال ونحن رجال، ده أبو حنيفة، ده الشافعي، ده مالك اللي يقول كده، وشهد له 70 من أهل المدينة من علماء المدينة وأجازوه بالفتوى، يعني خد 70 شهادة، 70 دكتوراه مالك عبال ما يتكلم في الفقه. وأمثال الشافعي يقول في أبي حنيفة: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. وضع ثاني، هؤلاء هم الذين قالوا فهم رجال ونحن رجال، لأنهم من طبقتهم. هذا أبو حنيفة رأى أنسا، يعني من التابعين، يعد من التابعين، ولم يروي عنه لكنه رأى. فهؤلاء وأمثال هؤلاء هم الذين يقولون هذا الكلام، هم يأخذه المسكين الغر ويقيمه في نفسه وهو لا يعرف شيئا عن أمر نفسه، ثم بعد ذلك فجأة يصير زعيما، ثم الزعامة تنقلب إلى أنه بلطجي، ثم يتحول من بلطجي إلى حرامي. الله، هو في إيه؟ أيوة، ما البداية غلط. البداية أنه ركب القطر بتاع أسوان ظنا أنه يذهب إسكندرية، وكل شوية بيبعد عن الهدف وبيبعد عما أنشأ الله له. نعم. وإنما فضل الصحابة لمشاهدتهم قرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتلاق قلوبهم أمورا أدركت بالقرائن، فسددهم ذلك إلى الصواب من حيث لا يدخل في الرواية والعبارة، إذ فاض عليهم من نور النبوة ما يحرسهم في الأكثر من الخطأ. يبقى إذن لابد من التربية، ولا يكفي المعلومات، والمعلومات من غير تربية هي هباء، وقد تضل، وقد تصل بالإنسان إلى طريق مسدود، فلا بد من التربية. وأثر هذه التربية كان شديدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ثبت أنه كان يربي بالنظرة، يعني ينظر إليك كده ويحدث فيك شيئا يمنعك من الكذب على الشريعة. ويقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى واحد منهم أحدث فيه ما يجيب تعديله. وهذا ما أسمى أهل الله بالتربية بالنظرة، فالنظرة لها وضع ولها أثر. وكما عرفنا الفرار أنه تنظر إلى عين الخيل
فتعرف حاله. فالعين لها سر وفيها سر حتى في الخيل. ولذلك لما عرفوا الصحابي عرفوه بأنه من رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من رأى رسول الله، لأنه قد يكون ضريرا فلا يرى رسول الله، لكنه رسول الله رآه، فيقولون من رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وإذا كان الاعتماد على المسموع من الغير تقليدا غير مرضي، فالاعتماد على الكتب والتصانيف أبعد، بل الكتب والتصانيف محدثة لم يكن شيء منها في زمن الصحابة وصدر التابعين، وإنما حدثت بعد سنة 120 من الهجرة، وبعد وفاة جميع الصحابة وجلة التابعين رضي الله عنهم، وبعد وفاة سعيد بن المسيب والحسن وخيار التابعين، بل كان الأولون يكرهون كتب الأحاديث وتصنيف الكتب لئلا يشتغل الناس بها عن الحفظ وعن القرآن وعن التدبر والتفكر، وقالوا احفظوا كما كنا نحفظ. ولذلك كره أبو بكر الصديق وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم تصحيف القرآن في مصحف، وقالوا كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخافوا اتكال الناس على المصاحف، وقالوا نترك القرآن يتلقاه بعضهم من بعض بالتلقين والإقراء ليكون هو شغلهم وهمهم، حتى أشار عمر رضي الله عنه وبقية الصحابة بكتب القرآن خوفا من تخاذل الناس وتكاسلهم، وحذرا من أن يقع نزاع فلا يوجد أصل يرجع إليه في كلمة أو قراءة من المتشابهات. فانشرح صدر أبي بكر رضي الله عنه لذلك، فجمع القرآن في مصحف واحد. فكل هذا بإذن الله. أما بالفكر البشري فكانوا لا يريدون الكتابة، ولا يريدون الكتاب، ويريدون العلم العملي إن صح التعبير، لكن الله وفقهم أن يصحفوا المصحف، أن يكتبوا المصحف في مكان مرجع يرجعون إليه. وكلما تقدم الناس كلما حاولت المحاولات الإبعاد عن الكتاب، فلما خرج الفهرس القرآن الكريم عاب المشايخ عليه وقالوا هذا يجعل المشايخ تنسى القرآن، وإذا أراد أي آية فيفتح الفهرس على طول وهو أحد. وكان قديما يحافظ على الحفظ حتى يستحضره، فلما طلع الكمبيوتر وأصبح في لحظات على التليفون تجيب الآية اشتد النسيان في الناس إلا من رحم ربي. فكلما يأتي التسهيل يأتي معه النسيان، فيأتي شيء مع هذا النسيان وشيوعه وهو أمر الله بالحفظ. فترى أن الله سبحانه وتعالى قالب المسألة مرة ثانية واشتد الحفظ. ففي هذه الموجات نرى الله سبحانه وتعالى. كلما صنع شيء يؤدي إلى النقصان أدى إلى الزيادة، هذه العبرة. لكن هو أصلاً هكذا يؤدي إلى النقصان، لكن فجأة نراه أنه هو ذلك الذي أدى إلى النقصان يؤدي إلى الزيادة مرة ثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا، كما هو وارد هنا في إحياء علوم الدين، فتوح العارفين به، وأن يعلمنا الأدب معه. إلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.